بسم الله الحمد لله سبحان الله الله أكبر. اليوم تم افتتاح بئر صدقة جارية لروح المرحوم قاسم مصطفى سنو أبو ربي من قرية أبو سنان من ابن أم يوسف سواعد وأولادها يوسف يونس ندى لين سواعد من شفاء عمره. نوع البير الارتوازي بإشراف صراحي مصناول الخير. جزاهم الله خير الجزاء وأحسن الله لهم وسقاهم الله من حوض القوصر يوم القيامة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البير في ميزان حسناتهم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأكرم نزلهم وعافهم وعاف عنهم ووسع مدخلهم ونور قبرهم. اللهم اغسل خطاياهم بالماء والثلج والبرد كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النار. اللهم تقبل هذه صدقة جعلها سببا لدخول الجنة ونجاة من النار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.